دير بوجود باش نص مع الدراري ويدوزوا على اجواء العيد اللي ما كيدوزش في كاع المدن تاع المغرب، خصوصا في كادير سوس كيدوزوا اجواء زوينين، كيحتفلوا عباد الله، كيتبدل الجو، ما كيبقاش داك الملل وداك الشيء. والناس اللي كيلبسوا لبسات نقيين زوينين، كيضربوا عليهم تماره، كيديروا تما، كيديروا جمعيات بيناتهم، كيديروا لبسات، كيطلعوا كياخذوا احسن لبسه زعما في السوس كذا. كل ما يتلاقاو كتكون فيها واحد الثقافه ديالها، بحال دابا السوس كيكونوا فيها ثقافه زوينه ونقيين، حتى الدراري اللي كيلبسوا كيكونوا نقيين، ما كياخذوش الجود كوسيله باش يجريسوا عباد الله ولا يتعداو على الناس، بل كيضحكوا بيناتهم وكينشطوا، كدوز وقت زوينه والحمد لله. لبسه 3 شهور وحنا كنقادو فيها جلد من قلميم او دبيغ، تعاوننا فيها انا 3 دراري، دبغنا وصبغنا والشيشوار والزيت وماكياج ضروري حتى هو، صافي كتقلب على موزون داكشي ديالك باش يكون داكشي نقي زويون حتى هو، ويكون شي حاجه كاليتي وما تكونش الريحه، باش داك العيال اللي كدوز حداها وكتقول لك اف تحيو تسكت عليها، الدور عندها تقول لها اف راه نقي هادشي هذا وملح ومغسول. السلام عليكم، كنبغيون عامين وحنا كنقادو لهادشي ديال بوجلود، كنبغيو نحافظو على التقاليد ديال هادشي ديال بوجلود، بغينا نحافظو على التراث ديال مدينة أكادير، وكنبغيو نوجه تحية كبيرة للمونيتار والعائلة اللي تسالو معايا في هادشي وتما ودربو تما. أول مرة تلبس؟ ثلاث مرات دابا تلبس، هادي الرابعة، أربع مرات تلبس. وشكرا، كنبغيو نوجه تحية للدراري الصديق ديالي والدراري اللي كيعاونونا. ضربنا في هادشي تما، راه لقينا شهر ونص ديال الخدمة باش نلبسو شي حاجة زوينة ونفرحوا الدراري الصغار ونحتاجوا العائلة ديالنا اللي عاونونا في هادشي. المهم تحية لجنود الخفا الدراري اللي عاونونا كاملين، عزيز بوخار باش كيسهلوا لنا هادشي ويخيطوا لنا حيت الشهر خاص تكون المعاونة. المهم كنتمناو نحافظوا على التراث هذا السنين القادمين، السنوات القادمين، باش ما يكونش الصداع ولا التخربيق اللي كيخص هادشي. مانجا اوه ودار وانت ومانجا ودار وانت ومانجا تقاليد بوجلود نبيقرا شي حاجة الموت لموت شي حاجة قط قط القتيلة بوجلود توما بيقرا ديما كنشوفو الجديد هاد المرة سالو مع العشرة وما عرفت مالهم اخوتي والله ما عرفت مالهم سالو مع العشرة موالفين كنساليو مع 12 هاد العام سالو مع العشرة ما عرفت مالهم الوحدة خاصهم يساليو دابا سالو مع 11 وبلاد مزاي ناش وبرع مع راسو تحية لكم وتحية ولد توما باش بلا ما تقلقوا واحترامات ولادي مزيل احنا راه ديما بحال سواسة سواسة نهار العيد الكبير راه ديما بحال وزايا وهبط للتشايرة جيو عندنا لعب الشاي بيقرا عندنا هبطوا للتشايرة وزايا وزايا سمو الله ذبحوا البس خافي يا ربيع اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.